أثر المحتل لم يزل بالتقادم، لم تردمه رمال الصحراء. متحف أوغرتا في صحراء بشار الساحرة تأسرك بقدر ما تحررك من وهم أن المحتل جلب حضارة أو سهم في إعمار. خارطة سكة قطار بنته سواعد من خرجوا في مثل هذا اليوم من عام 1945 ليذكروا فرنسا بوعدها، لكنهم نسوا لوهلة أن النذل لا ينكث بالوعود فقط، بل لا يتذكرها كي يقرر الوفاء من عدمه. ديرها فرنسا من البحر النيجر، من النيجر لوسون قال لي هو في بشار من النيجر، كان ديرها سبيكا حتى العبادلة، من العبادلة كان برومي غار في بشار، دوزيام غار في أوغرتا، ومن ثم حتى لقاو. إذن المنطقة هذه نتاعنا موجود فيها أو في القصر اللي قرتها بالذات موجود لاكار هذا. خدموها المحابيس مشاوا جزائريين، من عدا هنا جزائريين من المحابيس تاع قالما خرطة قالما كانوا يخدموا هنا في 55. لوغرتا هذه ما مذكوراش في التاريخ نتاع المجاهدين. أوغرتا مهما يكون معنى هذا الاسم في قاموس البربري أو العرب، لكنه عندي حجر أرساه عرق معتقلين خرجوا للنداء بالحرية فأوثقتهم فرنسا بأغلال القهر.